انا ما اتاخرتش عليك ولا حاجه، انا طلبت منك مهله شهر، ما فاتش منهم غير اسبوع. وانا اديتك كلمتي وقتها، بس للاسف انا مش لوحدي اللي باخد القرارات. يا نادين ما تبوظوش بقى الخطه اللي انا حاططها. خطه ايه يا مروان؟ لعبه الانتخابات الهبله اللي انتوا عاملينها في البيت دي؟ انتخابات؟ انتوا مراقبيننا قوي كده؟ مفيش حاجه بتحصل عندكم في البيت واحنا ما نعرفهاش. طب اديني اسبوع واحد كمان. بص يا مروان، انا مش هسالك انت ناوي تعمل ايه، بس صدقني انا حاولت اشتري لك وقت، وده كل اللي انا اقدر اعمله. اعمل حسابك من النهارده هتحصل حاجات كتير. تهديد بقى؟ لا مش تهديد، انا نفسي ما اعرفش ايه اللي هيحصل، بس هي حاجات مش كويسه زي المايه اللي قطعت دي. استاذه نادين، ابويا لو كسرت عليه البيت هيفضل ماسك في اساساته طول ما هو مش مقتنع. هنشوف. طيب الموضوع كده بقى امر مش مفاوضات، وانا بدات ازعل. قلت لك مش بمزاجي، ولو مختار ما وافقش بمزاجه هيوافق غصب عنه. نادين، بيت ده بيتنا ونبيعه بمزاجنا وقت ما احنا عايزين وبكام، تمام؟ بص يا مروان، انا جيت وحذرتك زي ما حذرته بالظبط، ما ترجعش تلومني على اللي هيحصل. باي يا مروان. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.